النجاح ديال المقابله هو هاد الوليدات هادو عمر ما تحتهم فرصه باش يلعبوا نصف النهايه. اعتقد الحماس ديالهم والقتاليه ديالهم والمسؤولين اللي حفزونا ماديا ومعنويا هو اللي جعلنا هو الجمهور الغفير اللي شجعنا هو اللي جعلنا يكون هذا الانتصار وتنهديوا لهذا الانتصار للساكنه ديال مدينه الحي المحمدي. وشوف هو لاعب باقي شباب كلهم من الهوات، اعتقد بان المباراه من سجلنا في الدقيقه الاولى تسجلنا اصابه ارتكبنا شويه ومن بعد رجعنا في المقابلات وفي الشوط الثاني صلحنا بعض الاخطاء واستطعنا نحصلوا على نتيجه ايجابيه وتنهدي الساكنه ديال مدينه الحي المحمدي.